نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية يعرف عجزا كبيرا، إذ لا يتجاوز 2% سنويا، ما يعادل 4 ملايين طن من البضائع من مجمل 120 مليون طن. عصرنة هذا النمط من النقل من خلال تجديد العتاد هدف قريب المدى. اليوم الحمد لله فيه مبالغ وفرتها الدولة الجزائرية ابتداء من 2011، كذلك وضعتنا 127 مليار دينار جزائري، وخصصنا قسط كبير لتدعيم أسطول نقل البضائع. قمنا باقتناء 30 قاطرة من صنع أمريكي استلمناها في 2016 كاملة. الهدف تاعنا المسطر خلال الخمس سنوات هذه القادمة أنه نعاود تجديد أسطولنا، هذا لكي نوصل غاية 2020 إن شاء الله لنقل حوالي 17 مليون طن. الاستثمارات العديدة التي شرع فيها هنا وهناك تستوجب استدراك النقائص التي تعيق تطور هذا النمط من النقل. لازم تكون جميع الموانئ مجهزة بدخول القاطرات إليها. دخول القاطرات ليس في الميناء وحده، بل في جميع الأرصفة نتاع الميناء. هذه المناطق الصناعية يجب أن تكون مجهزة كذلك ومرتبطة بشبكة السككية الوطنية. النقل بالسكة الحديدية سي بلو رابيد على لي سيمي، اون بليس كيما الدول المتطورة كامل يخدموا بالسكة الحديدية. تمام، الثمن تاع النقل بالسكة الحديدية هو أقل من النقل بالشاحنات. إن شاء الله احنا ماذا بينا نزيدوا، الجزائر دائما تروح للأمام، نزيدوا نطوروا. فضلا عن كونه الأداة الأنسب لدفع الاقتصاد الوطني، يخفف النقل السككي للبضائع الضغط على الطرقات ومن ثم نقص حوادث المرور.